رح تقوم لأيامي، رح تقوم، بس خليها تقوم بعد ما نتزوج. هاندان؟ عن جد هالزلمة غريب. انتي قولي شو ما بدك، بس في شي غريب. نقول انه هالزلمه خدعك مثلا، كان مكذب عليكي. ليش ما بتحاولي تشغلي مخك شوي؟ هالشي واضح مثل عين الشمس، في شي مانو مفهوم. يعني يا هو متعلق زياده او ما بعرف، في شي غريب ما عم افهمه. ما بقى تعرفي تسكتي؟ شو قلتي؟ شي؟ لا ولا شي، ما قلت شي. يعني شي غريب، بس هذا الحب شو نعمل، الحب شي غريب. هاد الحب مو مريح أبداً، ما تواخذيني تمام؟ عم تتزوجي من واحد ما شرب قهوة ببيتك حتى. أنا حكيت مع أختي كمان، ما حكيت لأن هي شفقانة عليكي، إنه هي يعني جواتها ما أنا مصدقة قصة هالزواج كله. حتى أختي قالت إنه يمكن الزلمة عم يحاول يسحبك على غرفة نومه. وبعدين يعني هلأ أنتي وأختك شايفين إني ما بليق بدون دار؟ شو؟ مو مشكلة، طبعاً طبعاً مو لهالدرجة. طبعاً هذا الزلمة غني وشخصية، طلع بعيوني وطلبني، وكل يومين والتالت بيطلب نطلع، وعرض علي الزواج. بس برأيكم في شي؟ ليش؟ لأنه زلمة مثل هاد شو بده بهاندان، صح؟ لا تكوني سخيفة. أنت وصلي سلامي لأختك وأنا رح جيب فستاني. هاندان بلا هالسخافة إيه؟ أنا رح أدخل هلأ، والفريق اللي جاي رح يدخل بعد نص ساعة لغرفة الاجتماع، لهيك أنا جهزت كل شيء. إيه أنا هيك كان قصدي، مزبوط. بدي ورد أبيض بس يكونوا كتير فخمين، يعني بدي طلبية تكون فخمة ومرتبة. إيه بكرة تمام. شكرا كتير إلك. شكرا إلك. لورود، البيضة اللي عم تحكي عليها من شان شو؟ سيد دوندار طلب ورد على بيته بكرة. بكرة؟ ليش بكرة؟ ما رح يروح السيد دوندار مع باريش وبورا على الورشة اللي ببورصة؟ سيد بورا هو رايح، بس ما في ورشة ببرنامج السيد دوندار بكرة، هو أساساً بكرة مفضي حاله. رفاضي؟ اها. لكان أكيد بكرة. أوكي، جيبي لي شنطتي وجاكيتي. طالعه. يعني انت هلا طالعه برا الشركه؟ ما في تلغي موعد. كل شيء، الغي كل شيء، شنطتي وجاكيتي بسرعه، يلا فورا على السريع. حبيبتي جولفا، روحي، بكره رح يكون يوم كتير كبير. طبعا طبعا حياتي، طبعا انا هون ولا تاكلي هم. اي موعد قصدك؟ عفوا منك، امتى تقريبا؟ إذا حطيتيها رح يخرب القماش ويصير لي. تفضلي، فيني ساعدك مدام؟ ارتاحي، أنا رح ساعد الأنسي. أهلين أنسي هاندان، جيتك هي بتأكد إنه ما عندك خجل. حياتي أنا ما أجيت من شانك.
أنا حاسة حالي رح طير من الفرح عن جد. ماني مصدقة مبسوطة كتير. أوكي تمام حبيبتي، ماشي يا روحي، لكني جاي طيران. تمام لكني ناطرتك. لوين عم تطيري؟ أنا عم طير، يعني عم طير. المهم بدي أهبط بكرة، يعني وين بدي كون بكرة؟ ما صحيح، مشان موضوع بكرة، بورا وباريش هن رح ياخدوا الجايين من برات البلد على الورشة يلي ببورصة. بدك تروح أنت كمان على الورشة؟ ألو دوندار، دوندار بشو شردت أنت هلا؟ مين هاي؟ كأني شايفتها بشي مكان هون، ليش هيك صفنت فيها؟ كانت رفيقة بورا على الأغلب، يعني ما لها غريبة علي. مو مهم، كنا ببكرة. بدك تروح على الورشة بكرة؟ الشباب بيروحوا على الورشة. وباقي الشباب؟ باقي الشباب عندهم أمورهم الخاصة. اسكت، لا تحكي، لا تقول ولا تفصيل. اوعى تحكي شيء، بدي اياها مفاجأة، بدي مفاجأة. يعطيكي العافية مهندسة، ما بتشوف وشغلة صعب. بس أنا بشوف. لكن في سبب تاني بيمنعك تتطلعي علي؟ عذرني بس أنا لازم رد بسرعة. لو أمي يلي اتصلت كانت كملت معي على الأخير. شو عم يصير؟ أنا بس شوف هاد الزلمة بتضايق كتير، ومو بس هيك وبتقلب معدتي كمان يا بورجو. بس شوفه بتمنى صرخ بوشه وقله بعد عنا. بحكي معك بعدين. ليكو إجا، بحكي معك بعدين، يلا باي. مين إجا؟ إجا حبيبي الجديد المستقبلي. شو الأخبار؟ سلام. شو عم تعملي؟ يعني طلبت قهوة لبين ما تيجي انت. ايه صحة. وانا خود نفس، خود. بيستحق انه ينقطع نفسك. مين صممه؟ شخص جديد، ما أنا غريبة عليك ابدا. هاي المهندسة الجديدة؟ العالم صغير مو هيك؟ بنت الفواتير وبنت القهوة ومهندسة. بس كأنه أمها ما بشوفها بتجي لهون. انا ما اجيت مشان احكي عن ام البنت. ما بينشبه من حديثك، بس انا هلا رايح. تعرف لازم مجهز، لأنه بكرة عندي روحة على الورشة بكير كتير كمان. لا تروح، اهدى شوي، خلينا نحل هذا الموضوع. ليك، أنا ما رح برر لك شي مشان هديك الليلة واللي صار فيها، لأنه في شغلات ما فيك تبررها
حتى لو كنت أب ما بتتبرر. يعني قد ما كنا منحكي مع بعض ومقربين من بعض ما بيتبرر. وبس مشان هديك الليل بالإذن. أنا بعرف إنه في كتير ليالي صارت مثل هديك الليلة. بكل حياتك أنا ما بتدخل، يعني مين فات لعندك ومين طلع من عندك. بعرف إنه ما في شي منيح، ما عملت شي منيح، وزواجك بأمي ما كان منيح. وإذا هاد كان بريحك أنت، أنا ما بتهمك وقت كون عم حاكيك حكي بالمنطق مو حكي بالعاطفة أبي. بس بعد ما أنا شفتكم بخمس دقايق المرأة يلي قوصت حالها براسها هي كانت أمي أنا. بعتذر أنا ما فيني يكون منطقي. إذا ما فيك تكون منطقي لكان كون واقعي. طب أنت فيك تقلي سبب واحد بس بهذا السبب قنعني ليش أمك تركتنا وراحت؟ لأني أنا كنت سبب موت أمك. أنا ما رح سامح حالي حتى آخر نفس بحياتي ابني. إذا كان الحكي هاد بريحك فعرف إنه أنا لآخر لحظة بحياتي وقت كون عم موت فرح كون عم لوم حالي ابني. تمام تمام بابا، أنا ما بدي هيك، ما بدي تحس بالسوء طول عمرك بسبب مرة. مرة سخيفة اليوم موجودة وبكرة يمكن ما أنا موجودة. مزبوط؟ معصب منك مشان هديك الليلة، بس أنا فهمانك، فهمان تعبك وفهمان وحدتك وكل شيء. أنا بعرف أنت ما كنت سبب موت أمي، أنت كنت الدافع. ليك هذا الحكي خلاني ارتاح كتير، كنت بحاجة لهذا الحكي. وكمان إذا رجعنا لمسألة المرأة، ما في مسألة. أنت هلأ رجال حر، ما دام هي المرأة ما رح تقرب أبدا على أي حدا من إخواتي أو من عيلتي، وما تزعجون كمان. هي حياتك بابا. والله أنا ماني عم صدقك أبداً. لك هاي المرة ما أنا عم تطلع بوشك أبداً، وأنت ليش لساتك واقفة هون يا غبية؟ أه؟ ولسه عم تطلعي على التصاميم؟ ما أكذبك، ماني عم كذب، أنا أجيت لهون من شان أتسوق. بدك تتسوقي؟ أنتي؟ أنتي جاي من شان تتسوقي من عنا؟ اضحكي حبيبتي لأنك رح تبكي. بعد إذنك معلش بس دقيقتين من وقتك، لأنه أنا الصراحة جاي أعتذر منك. يا روحي. لك أهلا وسهلا. صار معي شي غريب كتير يا روحي، فيك تقولي شي معجزة لهيك؟ ما رح نشوف التصاميم، بدنا نشوف الفساتين الجاهزة. طبعا تفضلي. شو هالصدفة الحلوة؟ هاي تاني صدفة، المرة الثالثة بجوز خاف منك ها؟ برأيي لا تخافي، يعني لا تخافي من هلأ لأنه ناطرك شي يمكن يخوفك أكتر. آه
من هون تفتل. لا تفهميني غلط حبيبتي، بس إنه موظفة قديمة كانت عندك تتفتل هون وكأنها زبونة مو حلوة مشان المحل. معك ها؟ أكيد. بدي هاد وبس تفضى الست جولفام أنا بجربها لهي. أي ماشي من عيوني مدام. رام عينك مدام. ما فيك تجربيها يا هندان، ما منستقبل الزباين بلا موعد. بس هاي مو تفصيل حبيبتي، هاي جاهزة قاعدة جديدة، ما منستقبل حدا من دون موعد. وكمان يا ريت تشوفي سعرها إذا بدك حبيبتي هندان. شفت أسعار كل الفساتين حياتي وبعرف السعر كتير منيح. تمام هندان رح قلك. سيدة جولفان ما بتتعامل مع حدا لأنه بتخاف تتشوه سمعتها، لهيك لا تهيني حالك أكتر إذا بدك. ما بهين حالي لأنه أنتو بالأرض أساسا. فتشة قبل ما تطلع. إيه شو؟ لا تواخذيني، هذا قرار جديد، يعني بس شوية احتياطات لازم إنه نعملها. رجاءً لا تواخذونا، بس هاي المرأة يعني مو ضيفتنا، يعني هاي كانت موظفة عنا، يعني ما في ولا مشكلة، رجاءً كملوا براحتكم. حبيبتي هندان، أنت بتعرفي الباب منيح مو؟ ها، لا تنسي تكتبي بمذكراتك وأنت عم تبكي اللي صار معك اليوم، مشان ذكرك بس. أنا ما رح أنسى هذا اليوم أبداً. وما رح خليكم تنسوه كمان. أعطيني هالفستان الأبيض اللي معك يا حبيبتي. رح تشوف، كلكم رح تشوف، رح انتقم لهذا الوجع. هندان رح تنتقم لكل الوجع يلي سببته. كل شي كانت تحلم فيه هندان بولوت رح تعمله هندان ديمير. رح تكون أم هندان يلي خلفت بعمر 14، رح تكون أحسن وأهم أم. هندان رح تكون مبسوطة لو شو ما صار، رح تكون مبسوطة لأنه هي بتستحق هيك. رح تكون السيدة هندان ديمير زوجة رجل الأعمال الغني دوندار ديمير، رح تكون مبسوطة ورح تعيش حياتها بفرحة. هندان ديمير رح تكون أسعد إنسانة، وما في حدا رح يقدر يمنع هذا الشيء إنه يصير أبداً. أنت جاهزة لأول يوم من حياتك الجديدة؟ صباح الخير سيد دوندار.
صباح الخير أنسانيسة، مثلك تماما، طالعة عم تلمعي لمع. شكرا لك سيد دوندار. مرحبا، كيفك؟ أنا تعبان شوي. لا لا ما في شي مهم، بس لازم ارتاح ورح ضل بالبيت كمان مشان ما قعدي حدا منكن. أنا للأسف ما رح أقدر إجي مشان ودع السيد بورا. إيه تمام تمام، رح أخبركن إذا صار شي. تمام. شوفي سلامتك، من إمتى أنت تعبان؟ بجهز لك النعنع والليمون؟ غيري هدول الأغطية للون الأبيض، أنا رح فوت على الحمام. العم عن جد هذا ما رح يروح الشغل؟ أبصر شوفي. ليك إذا كان أخي دوندار رح يتأخر أكتر، رح يفشل موضوع التقارير مشان المهندسين. على فكرة إذا بدك تضل ساكت هيك ما رح نتفاهم. بابا مانو جاي، ما رح نقدر نحكي، هو مريض. سلامته إن شاء الله، نعدى من أختي على الأغلب. أنا عم بتخيل اللي بدي إياه قدامي شوفه. لازم يكون مكياجي بطريقة مثلاً تخلي كيف أكون مع شخص كتير مميز. طلعنا حتى نتغدى سوا هيك مثل أي شيء بالحياة عادي، وفجأة رح نروح على حفلة كتير حلوة المساء سوا. لكن خلينا ننقي تياب مناسبة. مننقي؟ سيبال استعجلي شوي، سيبال استعجلي. كتير حلو، كأنه بيشبه شوي فستان عرس شوي. كيف يعني شوي؟ ما فهمت. جهزت الشنطاي؟ شو بدك تدخلي بهاي كمان؟ ماشي، أنا قلت بضبلك الأغراض منيح إذا مانك عرفانة ترتبيهم، بس هيك مو أكتر. داريا لا تلهيني، رح أتأخر على الطيارة. أنا قصة أبرز كلها ماني فهمان، طب تعرفي أمي صح؟ حاجة شأميني، بس ارجع رح أعطيكي مصاري، روحي اعملي فيهم شو ما بدك، بس رجاء لا تعكري لي مزاجي قبل ما أطلع بنتي. أمي شهر فترة طويلة، خصوصا بالنسبة لجان. جان بأيدي أمينة، ومثل ما قلت لك بس ارجع رح تتأكدي إنه هاي السفرة كانت مستاهلة، بوعدك. بس ما عم أفهم شو اللي رح يصير بقبرص لتقلب حياتنا هيك، سحر يعني؟ رح تشوفي بس ارجع. بتعرفي شو رح يصير؟ كل شي، حرفياً كل شي، لأول مرة من وقت ما ولدتي أنتي، حتى من وقت ما ولدت أنا، كل شي رح يكون مثل ما لازم يكون، رح يكون مثل ما منستحق. حبيبي شو عم تعمل انت؟ امي خديني معك بترجاكي، ما رح شاغب ابدا بوعدك. يا غبي انا ما اخذتني، شو بدها فيك هنيك؟ يا روحي امي بترجاكي، اذا بدك بساعدك، بعمل شو ما بدك، وعد. انا بوعدك ما زعلك ابدا. انت ما زعلتني يا روحي، انت بعمرك ما زعلتني اصلا. بس انت عم تزعليني امي، لاني رح ازعل بس تروحي.
حبيبي قلي لشوف انت شو بتحب اكتر، تليفون ولا تاب ولا الالعاب؟ شو ما طلبتها لأمك رح تجيب لك فورا، حتى لو طلبتهم كلهم رح جيبهم. ايه امي، انا رح اكتب لك العطورات يلي بدي اياهم لتجيبيهم، ماشي؟ بلكي انت عملتي مثل بابا. مو هو كمان راح ليجيب لنا مصاري؟ وليكي لهلأ ما رجع. بلكي تركتينا كمان وما رجعتي. لا يا روحي، مستحيل، امك ما رح تعمل مثل ابوك. امي لا تروحي، انا ما بدي مصاري، خلينا بلاها معلش، بس لا تروحي. جان حبيبي لا تعذبني هيك. لك لا تروحي امي، لا تروحي، لا تروحي. يلا خلصنا، ما في وقت لدلالك، هلأ بتأخر. شوف كل يوم بنحكي مع فيديو، تمام؟ نحن رح نحكي كل يوم، اتفقنا؟ رح نحكي معك كل يوم فيديو، ايه؟ لا يا أمي لا تروحي. شو منقول دائما نحن؟ رح ننام ونفيق، رح ننام ونفيق وبعدها منجتمع. يا بنات اسمعوني، جان أمانة عندكم هلأ، إيه؟ أختكم سراب فوق، بس أنتوا رح تعتنوا بجان، ماشي؟ وما رح ننسى المصاري، إيه؟ اتفقنا؟ أنا بحبكم كتير، وهي بقصات لألكم. أمي لا تروحي بترجاكي. يلا بشوفكم. أمي خليكي بترجاكي. أمي رح تعمل مثل بابا، بكرة بتشوفه، هي ما رح ترجع. أمي استني لحظة شوي. داريا أنا كتير، لا تخلينا نشتاق لك كتير. جان آيلا تعوا حتى نشوف أمي ونقلها باي من هون. يلا خلص أختي سكتي، ما صدقت فات لينام، خليه جوا هلأ بيبكي من ورا ما خبرت أمي باسم العطر. يلا يا بنت طلعت أمي. كيف هيك أختي؟ هلأ أمي ما بتحتاج جواز السفر؟ لا قبرص، بتفوتي علي بالهوية ونسياني هويتها كمان، هيك ما فيها تسافر.
أمي؟ أمي؟ ايه سيد دوندار، اخذت المدام هاندان وجايين وانا ناطركن. دوندار بيك تقوم بالسلامة قال مرضان. لا لا، على الاغلب بعتين سيارة من دار الازياء ما لحقتها، وعلى الحظ كمان خالص شحن تليفونه مشان تكمل معي. شو هالحظ هاد؟ اختي حاولي تلحقيها، بلكي قلعوها من الطيارة فورا. عم حاول الحق السيارة هلأ لشوف. ايه رح الحقها على المطار. يلا سكري هلا بخبرك شو بيصير. باي. ايه هي 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 السيارة. بس هذا مو طريق المطار يا اختي. كيف؟ استعجلي شوي مدام ملك، لسه في عنا شغل كتير. يا ترى لوين رايحة أنت أمي؟ إذا بدك فينا نوقفها. لا لا، أنت خليك ماشي وراها. لنشوف شو آخرتها، لنشوف وين رايحة. منين اجت هي؟ ومع شنطايتها كمان. اختي بعتت لك سلام معي. فكرت اخذين موقف انت واختك. ليه بيتاخذ موقف من عروس؟ يلا حضرة العروس خلينا نجهزك. ما
اهدي اهدي، لا تفوتي هيك، لا تعملي مشكلة. ما في مشكلة، لا تفوتي بهالطريقة ولا تعملي مشكلة. ما في مشكلة، أكيد في توضيح، أكيد هي رح توضح لي، لازم يكون في توضيح. هلا رح تطلع من هالبيت ورح تخبرني بكل شيء، رح توضح لي اكيد، رح يتوضح كل شيء، كل هالسخافه رح تتوضح. هالشي مستحيل، هالشي مو حقيقي. شوفي يا أنسة، ذكرتك بس رجاءا هلا الوضع مانو مناسب. أنا ضيفة المدام هاندان. جاية مشان العرس؟ عرس شو؟ شوفي يا أنسة، أنت منيحة؟ موافق.
يا أنسي يا أنسي